وثق تقرير حقوقي في محافظة تعز مقتل أكثر من 1200 مدني بينهم نساء وأطفال جراء حرب الميليشيا خلال العام الماضي. وقال تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية إن عدد الجرحى بلغ أكثر من 7200 جريح. وأضاف التقرير أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت من منازلها، فيما وصل عدد الأسر المتضررة إلى أكثر من 317 ألف أسرة، كما تضررت أكثر من 4000 منشأة عامة وخاصة، إضافة إلى تضرر 39 مدرسة.